لسه مكملين معاكم فقراتنا في إن بوكس. زي ما قلنا لكم الفقرة دي هنتكلم عن موضوع يمكن ناس كتير قوي بتعاني منه، خصوصا في شهر رمضان وقبلها في الحظر، وهو زيادة الوزن. يمكن احنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا مع دكتور باهر ازاي نحاول ان احنا نخس في خلال شهر رمضان، والنهاردة ان شاء الله تكملة لحلقة الأسبوع اللي فات ده، اقبال من الناس على موضوع التخسيس. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. منورنا. ايه الاخبار يا دكتور؟ عامل ايه؟ فاروق ازيك؟ تمام الحمد لله. طيب قبل يا دكتور ما نخش معاك بقى على الموضوع على طول، النصايح. لو بتشتكي من زيادة مفاجئة في الوزن، لو ريقك دايما ناشف وانت مش بتعاني من السكر، ولو كمان عندك تعب وضعف عام، لو عندك تورم في الرقبة او تحت الرقبة، لو عندك جفاف في البشرة مستمر، عندك تساقط للشعر من غير سبب، لو عندك شعور بالبرودة دائم، لو عندك كمان الذاكرة بتاعتك مش زي الأول، شك إن عندك مشكلة في نقص اليود. اليود كلنا بنتجاهل أهميته. اليابانيين ذكائهم خارق وصحتهم كويسة ومش بيعانوا من السمنة نهائي، عشان خاطر بياكلوا أعشاب البحر دايما، فبياخدوا كفايتهم من اليود. إحنا هنا في مصر لو أنت بعيد عن البحر بيبقى عندك نقص في اليود. اليود هو مايسترو الغدد والهرمونات اللي في الجسم كلها، الغدة الدرقية بتشتغل باليود. اليود هو العامل المشترك لعمل كل الغدد وكل الهرمونات في جسمك. لو واحدة حامل عندها نقص في اليود، ابنها ممكن يتولد وعنده مشاكل في القدرات الذهنية. لو كمان عندك إرهاق دائم، اليود حاجة هامة لإنتاج الطاقة في جسمك. اليود من الحاجات الهامة جدا اللي احنا بنتجاهلها. لو عايز حاجة طبيعية فيها يود زيادة، هو أعلى حاجة الأعشاب البحرية، بس هي مش متوفرة في مصر، صعب شوية. إنما ممكن التونة، القراصية، الجمبري، الألبان، الزبادي، الجبنة، فيها نسب معقولة من اليود. اليود على فكرة بيستعمل في علاج سرطان القولون وسرطان الثدي، وبرضو بيشتغل كمان في مشاكل، في علاج مشاكل الثدي اللي هي الأكياس اللي بتبقى في الثدي، أو كمان الأورام اللي فيها في الرحم، حتى المشاكل المرضية في الخصية برضو بيستعملوا اليود فيها. لو أنت هتستعمل مكمل غذائي فيه يود، لازم يبقى معاه سيلينيوم. السيلينيوم واليود الاثنين بيشتغلوا مع بعض في تقليل كل المشاكل دي والأعراض دي، ومهمين جدا في يعني شغل الغدد والهرمونات اللي في جسمك كله. حلو. تاني حاجة، في احنا في رمضان فدايما بنتسأل ايه المشروبات اللي مريض الضغط ممكن يشربها تساعد في تقليل الضغط او ما تزودش ضغطه. تمام. اللبن قليل الدسم ده كويس جدا لمريض الضغط، لان الكالسيوم نفسه اللي موجود في الالبان بيقلل، بيساعد على تقليل ضغط الدم. ليه قليل الدسم؟ لان كل ما الدسم بيقل الكالسيوم بيمتص بشكل افضل. بس ما يبقاش خالي من الدسم، لان كده كده الدسم ده احنا محتاجينه. نص دسم. تمام. تاني حاجه عصير البنجر. عصير البنجر من افضل الحاجات على الاطلاق لمريض الضغط. عصير البنجر مليان بوتاسيوم وفوليت، كمان في نيتريت. النيتريت ده بيتحول في عملية الهضم لأكسيد النيتريت، أكسيد النيتروجين اللي بيتحول ليه النيتريت. ده مهم جدا لتوسيع الأوعية الدموية، فبالتالي بيساعد على تقليل ضغط الدم. برضو كمان الكركديه، بس الكركديه اللي هو مبلول منقوع، ما يتسخنش وبعدين يبرد، مش مغلي. يتحط منقوع وتشربه زي ما انت عايز. الكركديه من افضل الحاجات لتنزيل الضغط، كل الناس عارفه كده. بس الكركديه السخن مش بيرفع الضغط ولا حاجه، لان في ناس دايما تقول لك خلاص السخن السخن. لا خالص، هو ملوش علاقه بالضغط المنخفض. هو بس المنقوع بيقلل او بيساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع. تمام. برضو كمان الدوم. الدوم ده من افضل الحاجات المصريه الجميله اللي فوائده كتير جدا جدا، وكله مضادات اكسده، ومهم حتى في علاج الضعف الجنسي عند الرجال، وليه دور جامد جدا في تنزيل او علاج الضغط المرتفع.
برضو كمان الكرفس مغلي، بذور البقدونس برضو من الحاجات المميزة جدا لمريض الضغط. اليانسون كويس جدا. طب ايه الحاجات المحظورة اللي ممنوع مريض الضغط يتناولها فترة رمضان؟ طبعا اكيد المخللات، الترشي والحاجات دي اساسي. احنا قلنا حتى في حلقة الضغط المنخفض، الضغط المنخفض ما بيزيدش الا بالملح، فطبيعي الموالح ممنوعة لمريض الضغط. كمان الوجبات السريعة والأكلات الدسمة غلط جدا على مريض الضغط المرتفع. المفروض المشروبات الغازية، هو المفروض كلنا نحاول نقلل المشروبات الغازية وخاصة مريض الضغط المرتفع. العرق سوس ممنوع منعا باتا، ممنوع منعا باتا لمريض الضغط المرتفع ومريض الكلى كمان ممنوع منعا باتا. العرق سوس، العرق سوس التركيبه بتاعته عامله زي الكورتيزون بالظبط، ترفع ضغط الدم وبتعمل مشاكل لمريض الكلى، فبلاش مريض الضغط ومريض الكلى يشربوا عرق سوس نهائيا. ثالث حاجه، لو حضرتك متعود تاخد اسبرين بشكل دائم عشان خاطر يمنع الجلطات والسكتات الدماغية، الناس اللي بتاخد أسبرين بكل أشكاله، لازم لازم ياخد فيتامين سي معاه. ضروري جدا ياخد فيتامين سي معاه. لو انت بتاخد أسبرين بس، حباية أسبرين للصداع دي مش مشكلة، اللي هو حاجة عرضية كده مفيش مشاكل. إنما الناس اللي ماشية بشكل دائم على الأسبرين لازم يستعملوا فيتامين سي، عشان الأسبرين بيمنع امتصاص فيتامين سي وبيقلل كمان فيتامين سي الوقائي الواقي اللي موجود في بطانة المعدة، فده بيأثر على الهضم كمان. يعني بيخليك لو انت بتاخد أسبرين من غير ما تاخد كفايتك من فيتامين سي كمكمل غذائي، ده بيعرضك بقى لمشاكل اللي هي القرح والنزف. في شكل كدمات كده بيبقى في الجسم ناتج عن نقص فيتامين سي، نزيف اللسة مثلا. فلازم ناخد فيتامين سي كمكمل غذائي. وكمان لو ما اخدتش فيتامين سي انت بتاخد اسبرين، بيجي لك عسر هضم بسبب نقص فيتامين سي الواقي اللي موجود في جدار او بطانة المعدة. فلو سمحتم، احنا محتاجين فيتامين سي وقاية ليكم من امراض كتير، غير اهمية فيتامين سي الايام دي عشان زيادة المناعة في كورونا. عظيم جدا. طيب ندخل معاك بقى دكتور على طول على موضوعنا. يعني اكيد طبعا ده شغلنا الشاغل الفتره دي، ان احنا عايزين نخس. يعني احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن اغلبيه المكملات الغذائيه وكمان ادويه التخسيس، لكن عايزين برضو نتكلم معاك عن مكملات الكروم. الكروم ده عنصر غذائي موجود اصلا في جسم الانسان، الجسم بيحتاجه. المفروض هو لو حصل نقص من الكروم انت مش هيحصل لك مشكله. يعني في عناصر غذائيه، في عناصر غذائية لو حصل فيها نقص بيحصلك أعراض نقصها. لا، الكروم هو لو ما أخدتوش ومش هيحصل مشكلة، بس أنت بتحتاجه عشان تعديل معدلات أو زيادة معدلات الحرق في جسمك بصفة عامة. بس حتى الزيادة المفرطة عن المعدلات الطبيعية من الكروم مؤذية، فلازم تاخده بجرعات سليمة. الكروم من الحاجات اللي المفروض تبقى تحت إشراف الطبيب، لأن الزيادة فيها ممكن يعمل مشاكل. الجسم بيحتاج نسب ضئيلة قوي من الكروم، من 20-25 مايكرو يوميا. بتساعد بقى على اتزان نسبة السكر في الدم. في مرضى سكر كتير جدا بياخدوا الكروم، وخاصة لو كروم مع البيوتين، مع مادة البيوتين بتاع الشعر دي اللي الناس عارفاها. كروم مع البيوتين حاجة خطيرة جدا في تقليل، أو حاجة جميلة يعني في تقليل نسبة السكر في الدم للناس اللي بياخدوا لمرضى السكر. بيظبط معدلات الأيض أو معدلات التمثيل الغذائي في الجسم كله بصفة عامة. الكروم برضو مهم جدا لحرق الدهون حتى اللي في الجسم. عظيم جدا. طب دكتور لسه هنكمل معاك بقيت اسئلتنا، لكن هنطلع يا جماعه لفاصل صغير ولسه هنكمل مع دكتور باهر السعيد، وحلقتنا النهارده مخصصه عن التخسيس. اي حد ممكن يكلمنا، وكمان ابعتوا لنا على الصفحه بتاعتنا. خليكم معانا. ورجعنا لكم مره تانية مع دكتور باهر السعيد، والنهارده حلقتنا في انبوكس عن التخسيس في رمضان. دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض عن يعني بعض المكملات الغذائيه اللي ممكن يعني تبقى مساعد لينا في انقاص الوزن، ومن ضمنها الكروم. حضرتك ممكن تكمل كلامك عن الكروم باستفاضه. تمام. زي ما قلنا احنا محتاجين نسب ضئيله جدا من الكروم، من 20-25 مايكرو بس. كروم مهم للرياضيين. هي حاجه بتحرق الدهون اللي في الجسم وتحول الـ الدهون دي لعضلات. يعني الكروم مهم
لزيادة الكتلة العضلية. لذلك معظم الرياضيين بياخدوا الكروم كمكمل غذائي، وخاصة اللي هما بيروح جيم عشان يتخلصوا من الدهون وعايزين يعملوا كتلة عضلية. كمان برضو هو من أكتر الحاجات المستعملة في علاج تكيسات المبايض عند السيدات، حاجة مهمة جدا لتقليل الكوليسترول، لتنظيم السكر في الدم زي ما قلنا، وخاصة لو اتاخد مع البيضتين بيبقى رائع جدا. بيقلل الكوليسترول الضار زي ما قلنا. الكروم على فكرة استعماله بيقلل الاكتئاب بس بالنسب المناسبة أو النسب اللي الطبيب كاتبها، مش أكتر من النسب اللي الطبيب كاتبها، بتساعد على تقليل الاكتئاب. كمان بيعمل اتزان لنسبة السكر في الجسم زي ما قلنا. العنصر الكروم هام لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم كله. طيب دكتور، لو اتكلمنا عن المصادر الطبيعية للكروم، هل في مصادر طبيعية ممكن تدينا الكمية اللي احنا محتاجينها يوميا؟ في طبعا، في حاجة زي الكروم، الألبان بمنتجاتها من الحاجات اللي فيها كروم زيادة. برضو كمان الحبوب الكاملة، الخضار والفاكهة بصفة عامة فيها كروم. احنا قلنا النسبة اللي احنا عايزينها ضئيلة يعني، فهي موجودة في الحاجات دي كلها. الكبدة، البطاطا، الخميرة، البروكلي من الحاجات اللي فيها نسبة كروم. المكسرات، العرق سوس برضو، بس زي ما قلنا العرق سوس ممنوع لمرضى الكلى والضغط. بس احنا عايزين نقول برضو للناس يعني لو أفرطنا في اخذ المكملات الغذائيه اللي فيها كروم اكتر من المعقول او اكتر من الطبيب كاتبه، ممكن يعمل لنا مشاكل. احنا قلنا ان هي بتظبط المود او بتقلل الكروم، من ليه دور في علاج او تقليل الاكتئاب، بس الزياده عن حده بيقلب للضد. فممكن يسبب نفسه اكتئاب ومشاكل نفسيه لو استعملته بنسبه كبيره قوي بجرعات كبيره. فعشان كده الناس اللي بتاخد كبسولات الكروم ايا كان هذه الشركه اللي بتنتج الكروم، هو مش بكترته يعني، مش مثلا ناخد كبسولتين كروم كل مره عشان ده بالعكس، ده او بياخدوه للتخسيس ياخدوه بنسب بجرعات كبيره. لا، جرعات الكبيره غلط جدا، غير ان هي بتعمل مشاكل كمان اسهال وصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي. غير كمان على فكره الحوامل بالذات خطر جدا انهم ياخدوا كروم زياده. لو طبيب كتب لهم عنصر الكروم لازم ياخدوه بالظبط زي ما الطبيب قايل. مرضى الكلى ممنوع منعا باتا ياخدوا كروم الا برضو تحت شرط، بس هو من الممنوعات ليه مرضى الكلى. كمان الاكسار فيه ممكن يعمل طفح جلدي، او الناس اللي عندهم حساسيه من الكروم طبعا ممنوع ياخدوا. تمام. احنا معانا تليفون من امجد. الو. الو يا امجد، ازيك؟ الو الو يا امجد، ازيك يا احمد؟ كل سنه وانت طيب. بتعرف بس عاوز اخش متطيب. اتفضل دكتور باهر معاك. كان وزني بس عامل لي مشكله. وزني عامل لي مشكله. اسمعنا من التليفون يا امجد، وطي التلفزيون يا امجد واسمعنا من التليفون. هو عايز يحس. انت عندك كام سنه بتاخد علاج الحاجه؟ حاضر. لا، عندي 16 سنه. 16 سنه. وزنك كام يا امجد وطولك؟ وزني 85 طولي 170. 80 مش كتير. يعني مش كتير يعني. على العموم بص، انت بس نظم نفسك في الاكل، قلل النشويات بتاعتك. انا عارف ان مفيش جيم دلوقتي ونوادي، بس حاول لو تجري شويه كل يوم. لو عايز تاخد مكمل غذائي يساعد في زياده الحرق، احنا لسه بنتكلم عن الكروم دلوقتي، ممكن تاخد حاجه زي كروماكس او سيلفستر 1 او توب جينج، حبايه قبل الفطار والسحور، وتاخد حبايه اورليستات او اورلي او كوك سليم في الوجبه الدسمه بس يعني في الفطار. ان شاء الله دول هيظبطوا معاك مع التنظيم الغذائي وممارسه اي رياضه او جري، حتى لو تجري نص ساعه كل يوم. نلف حوالين البيت. حوالين البيت صح. موجود البيت. قلل بس انت الحلويات شويه يا امجد. وقلل النشويات ضروري. شكرا ليك. طيب دكتور، ايه رايك في استعمال الجلوكوفاج والاسيدوفاج؟ ايه بقى الاخبار في رمضان؟ في ناس كتير جدا بتستعمل ماده الميتفورمين اللي هي بتاعه السكر في الاساس للتخسيس، بس انا شايف ان هي اعراضها الجانبيه واثارها الجانبيه كتير جدا، وما بتديش المردود الكافي في التخسيس. يعني مش مستاهله ان احنا ناخدها مع الاثار الجانبيه الكتير بتاعتها. احنا لو عايزين نفهم ماده الميتفورمين، هي ماده بتقلل تصنيع الجلوكوز في الكبد، بتقلل امتصاص الجلوكوز في الامعاء،
كمان هي في الأساس بتشتغل كمان لمرضى السكر كعلاج لمرضى السكر، فمرضى السكر ياخدوها أوكي لأن ده أساسي ليهم، إنما إنك تاخدها للتخسيس مش منطقي لأن ما بتجيبش النتائج الفعالة أو في التخسيس. غير كمان إن هي بتزود على فكرة حساسية مستقبلات الإنسولين، أعراضها الجانبية عشان هي بتقلل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء بتعمل اضطرابات في المعدة، حموضة، إسهال، أحيانا إمساك، إسهال أو إمساك، غثيان، قيء. تخيلوا إن هي بتستعمل للتخسيس ليه؟ أعراضها الجانبية الكتير دي بتعمل قرف كده في المعدة، أنت عارف اللي هو فيه اضطرابات، مش عايز تاكل كده، قرفان من الأكل، يعني. فهو ده اللي ده مفعولها في التخسيس، معدتها يعني هي سد الشهية، لا هي مش سد، هي بتيجي بالصدفة، هي قرفة، أنت قرفان تاكل، أنت واخد بالك معدتك مش مظبوطة، تعبان، حاسس بتقل، حاسس بانتفاخ في معدتك، القلق ده كله هو ده اللي بيسبب مشاكل أو 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 الناس بتستعملها عشان تبعد عن الأكل. معاك حاجة؟ طب معانا معانا بس أحمد، يا أحمد. ألو، مساء الخير، إزيك يا أحمد؟ أحمد وطي التلفزيون يا أحمد شوية. سامعينك يا احمد بس انت وطي التلفزيون. طيب احمد التليفون فصل. طيب يا دكتور تمام. بتزود ماده الميتفورمين لو اخذناها بجرعات عاليه بتعمل مشاكل في المعده، قرحه المعده، التهابات في المعده، بتعمل طعم معدني، يعني بيبقى فيه طعم معدني كده في الفم. كل ده بيعمل ضعف في الشهيه. مشكله بقى السيدوفاج الكبيره ان هي بتقلل امتصاص فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 بيقل امتصاصه كتير جدا لو اخذنا ماده الميتفورمين سواء سيدوفاج جلوكوفاج. عشان كده برضو بننصح دايما مرضى السكر اللي بيستعملوا ماده الميتفورمين لازم ياخدوا فيتامين بي 12 اللي هي الحقنه اللي بتتاخد كل اسبوع دي، ديبوفيت، كوبالامين، بيتولفكس، اي حاجه، او اقراص زي مثال تكنو او اللزقه اللي اتحط على اللسان دي مثال تكنو، او اي حاجه، او دلتا فيت، اي فيتامين بي 12 لازم ياخدوها مع ماده الميتفورمين. تمام. طب معانا تليفون تاني من احمد. يا احمد الو، مساء الخير، ازيك يا احمد؟ مساء النور، ايه الاخبار؟ كله زي الفل الحمد لله، انت تمام؟ انا الحمد لله كله تمام. رمضان كريم عليك، ومعاك دكتور باهر، اتفضل. الله اكرم، ازيك يا دكتور، ايه الاخبار؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا استاذ احمد. يعني انا مش هدي المتابعين لحضرتك يعني، وبنستفيد من معلومات حضرتك كتير جدا يعني، فربنا يكرمك ان شاء الله كده. الله يكرمك يا استاذ. الله يخليك. انا دلوقتي عندي مشكله في القولون، دايما عصبي عندي، واخدت حاجات كتيره، بس انا بصراحه هو اللي كان مفعوله سحر بالنسبه لي هو الكولونا. تمام. انا كنت عايز اسال دلوقتي، هل لو انا فضلت مستمر على الكولونا هل في اي مشاكل؟ لان في ناس بتقول لا ما تاخدش كتير منه وكده، فانا كنت عايز اعرف من حضرتك هل في مشاكل لو اخدت الكولونا فتره كبيره ولا عادي؟ تمام. الكولونا من كده. من انجح ادويه القولون في السوق المصري على الاطلاق. بالعكس الاستمرار عليه حاجة كويسة، مش مضر ولا حاجة، مناسب للاستعمال الدائم، ملوش أثار جانبية، ملوش أي موانع استعمال، مفيش فيه مشاكل. الكولونا حتى فيه ميزة إن هو في مادة بتعمل غلق المستقبلات الدوبامين، فبيحسن الناحية المزاجية. أنتوا عارفين القولون ده بيبقى عادة بيبقى مرتبط بالحالة النفسية أكتر، ففي ماده بتقفل مستقبلات الدوبامين فبتدلنا تحسين في الحاله المزاجيه، وده مطلوب جدا لمريض القولون. غير كمان ان في ماده تانية بتقلل التقلصات بتاعه القولون بتاعه المعده من غير اي اثار جانبيه خالص، يعني بيشيل التقلصات، بيشيل الانتفاخات، بيشيل القلق النفسي، او علاج امن للقلق النفسي المسبب ليه القولون العصبي. فاستعماله طبعا كويس جدا، الكولونا صنف محترم بيستعمل قبل الاكل 3 مرات، وحلو قوي كمان في الايام دي، في ناس كتير بتشتكي في القولون في رمضان. تمام. طيب شكرا يا احمد. ومعانا التليفون من محمد. الو. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت طيب. انت طيب. اتفضل دكتور. اتفضل استاذ محمد. ولا الله يسلمك الحاج محمد معاك. يا حاج محمد، الحاج محمد الله يسلمك يا غالي. الله يسلمك حبيبي. انا راجل مريض السكر. تمام. وتملي باخد الاسبرين ده كل يوم بعد صلاه الفجر. تمام. الفجر ولا المغرب؟ لا باخده الفجر. اخده المغرب ولا اخده الفجر احسن؟ في نفس الوقت سيادتك قلت في التلفزيون دلوقتي في حرف السي،
فيتامين سي. فيتامين سي. اه تمام. انا بعت جبته دلوقتي. زي الفل. تمام؟ تمام. دي اخده برضه امتى؟ هتاخده بقى في وجبه مختلفه، يعني انت لما بتاخد الفيتامين سي لو بتاخده في الفطار، لو انت فاطر مش صايم هتاخد الاسبرين مثلا الصبح، هتاخد بقى الثاني في الغداء، في الصيام ناخده في الفطار. لا انا صايم. طب صايم خلاص، يبقى تاخد في الفطار، في الفطار حاجه والسحور حاجه، يعني لو بتاخد في السحور الاسبرين يبقى تاخد في الفطار الفيتامين سي اللي هو فيتامين سي 1000. 1000؟ لو جبت ال 500 ريترد اوكي مفيش مشكله. ما انا في فيتامين باخده 50000 اللي هو فيتامين د. فيتامين د باخده 50000 باخد منه حبايه كل شهر. مفيش مشكلة، أصل ده حاجة وده حاجة، فيتامين د حاجة وفيتامين سي موضوع تاني. طيب دكتور ماشي. شكرا ليك يا حاج محمد، نورتنا. ألف سلامة. معانا معانا كمان مدام نادية. ألو. ألو. مدام نادية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا حاجة نادية؟ إزيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معاكي دكتور باهر، اتفضلي. بقول لحضرتك انا عندي بنتي هي عندها 50 سنة وما بتنامش خالص. تمام. فمش عارفة نعمل لها ايه. هو طبعا المفروض نشوف سبب قلة النوم دي ايه، او هل هي مشاكل نفسية، هل هي ليها اسباب كتير جدا، بس يعني لو عايزة حاجة مأمونة ممكن نقولها لك. انا عارف ان دلوقتي صعب التواصل مع الاطباء شويه. بالزبط. عشان موضوع كورونا. تمام. في حاجه طبيعيه اسمها دورميفال كبسول، تاخد كبسولتين قبل النوم بساعه. دورميفال من الحاجات الطبيعيه خالص. لو كانت جربته وما جابش نتيجه ممكن ننقل على حاجه اعلى شويه. في حاجه اسمها ماجيك بكلون، ماجيك بكلون 2 مللي جرام. دي من الحاجات برضو اللي هي مش جدول مخدرات ولا حاجه. تمام. يعني بيصرف بدون روشته مفيش مشاكل. الماجيك بكلون 2 مللي جرام بتاخد قبل النوم، يعني في خلال ساعه بيشتغل. والاف دي اي اصلا يعني الماده دي بالذات تركيز 2 مللي جرام سامحين بيه في موضوع النوم. تمام. يتم تداوله من غير روشته؟ ده من غير روشته مفيش مشاكل، بس برضو ده حاجه مؤقته. بالزبط. لغايه ما توصل للطبيب بتاع المخ والاعصاب او النفسيه قبل ما وبرضو حضرتك كنت قلت لنا قبل كده على المشروبات الطبيعيه وفي زي الكاموميل مثلا. كاموميل بالظبط. كاموميل جميل جدا. الكاموميل بالذات من اكتر الحاجات اللي بتعمل ريلاكسيشن. صح. شكرا. عظيم جدا. طيب حضرتك. دكتور يعني يمكن الشيتوزان من اكتر الحاجات واشهرهم في التخسيس. تمام. ايه رايك في القصه دي وكمان بيعمل ايه؟ الشيتوزان ده حاجة بتيجي من قشور المفروض الهيكل الخارجي للصدفيات والمحار والجمبري مثلا. بيجيبوا الهيكل الخارجي ليها وبيتطحن. تمام. وبيحصل له عملية كيميائية للقشور دي او المطحون ده، حاجة اسمها دي اسيتايليشن، يعني بيشيلوا مجموعة الاسيتايل منه. فبتحول لحاجة فيها شحنات موجبة، شحنات أمونيا موجبة، فبيبقى عامل زي المغناطيس يشد ليه الشحنات السالبة بتاعة الدهون. المفروض قدرة المادة الشيتوزان على امتصاص بيوصل لست أو عشر أضعاف حجمها دهون. فبتكون زي كتلة لزجة كده في المعدة. الكتلة اللزجة دي ممكن كمان تسد الشهية لأنها بتبقى عاملة زي بلق كده في المعدة، غير أن الوسط اللزج اللي هو في المعدة ده بيقلل امتصاص الدهون أكتر. هو المفروض ده بيخلي الجسم ما بيمتصش الدهون. تمام. فبالتالي بيساعد على إنقاص الوزن. ممكن هو ممنوع طبعا للناس اللي عندهم حساسية أسماك، هي حاجة جاية من قشور الأسماك أو قشور المحار، فطبيعي أن هي ممنوعة للناس اللي هم عندهم حساسية من الأسماك. مادة الشيتوزان نفسها بتقلل الكوليسترول في الجسم، فمفيدة جدا في تقليل الكوليسترول. وبرضو بتبقى زي الكروميوم، بتشتغل برضو في تكيسات المبايض، وفي أطباء بتكتبها في تكيسات المبايض. المفروض الحاجات اللي في السوق اللي فيها مادة الشيتوزان بيبقى معاها كروميوم كمان. فده بيزود الحرق. أشهر الحاجات اللي في السوق المصري فيها شيتوزان زي حاجة زي الميرتي، ميرتي كبسول، وفي ده في كروميوم وفيتامين سي وشيتوزان، وفي شيتوكال
مشهور جدا. في برضو فيتو شيتوزان، في انواع كتير في السوق المصري فيها ماده الشيتوزان، هي ماده ناجحه بس برضو من غير تنظيم غذائي، من غير تنظيم بدني او مجهود بدني مش هتجيب نتيجه يعني. فلازم تتعمل في وسط التدابير اللي احنا بنقولها للتخسيس. طيب دكتور، يمكن انتشر على السوشيال ميديا حقن للتخسيس، ايه راي حضرتك فيها؟ دي خدعه كبرى، خدعه كبرى وضخمه، ودلوقتي كمان عشان الناس قاعده في البيوت، فالاعلانات المموله لشركات مجهوله المصدر او مجهوله الهويه اقصد، بتروج للحقن دي، بتخلي الناس تسالنا كتير قوي عن حقن التخسيس. هي الحقن دي اسمها ميتابولايتس، هي المفروض اسبانيه، بس هي ممنوعه في اسبانيا نفسها، ولا واخده تصريح في اسبانيا، ولا واخده تصريح في اي دوله في دول العالم اساسا. هي نقدر نقول عليها بير سلم. الحقن دي المفروض مليانه مواد هرمونيه بتعمل خلل عام في الجسم كله، في وظائف الجسم كله، ليها تاثير سلبي على القلب، خطر جدا على القلب، وبتزود ضربات القلب والجهاز العصبي، وبتجيب اكتئاب، بتعمل مشاكل خطيرة جدا. دي من أخطر الحاجات اللي موجودة، طبعا غير مسجلة وغير مصرح تداولها نهائي في الصيدليات نهائيا، خارج نطاق وزارة الصحة خالص. الأخطر من كده إن الحقن دي ممكن تسبب الإصابة بالأورام السرطانية، ودي أخطر حاجة. فهتسمعي حد يقولك لا ده أنا جارتي أخدتها وخست عليها. حاضر ماشي، ممكن تكون خست عليها، بس تروح بقى تدور على صحتها، تشوف قلبها، تشوف الاكتئاب، تشوف انا اعرف حالات طلاق حصلت بسبب مشاكل زوجيه، بسبب التوتر اللي عملته حقن زي دي للسيده، فحصل خناقات ومشاكل بينها وبين زوجها، ووصلت للطلاق بسبب ادويه تخسيس منها الحقن دي. حالات كتير شفناها بالطريقه دي. فلو سمحتم مفيش حد يضحك عليكم او حد يخدعكم يقولوا ده الحل السحري للتخسيس، لا، ده حضرتك انت بتدمري نفسك، بتدمري صحتك، صحة بسبب الحاجات اللي هي الفوريه اللي بيقولوا عليها في التخسيس دي، وهي مضره جدا جدا جدا. وكمان يا دكتور برضو ظهر في الايام اللي فاتت كده في الكبسولات اللي هي بتخش جوه المعده، بيقول لك بتنفش او بتكبر، بتطلع ماده بتعمل يعني بتخلي المعده حجمها يصغر شويه. هي الحاجات دي اللي هي بتاعت بالون المعدة والقصة، وعمليات حتى بالون المعدة، هي أخف ضررا شوية من قصص تانية يعني. بس أهم حاجة برضو تكون حاجة متداولة، حاجة تكون يعني موجودة بشكل شرعي في السوق المصري، إنما الحاجة اللي بتتباع كده بشكل مجهول الهوية خطر جدا. يعني إيه أفضلهم؟ إيه أفضلهم بالنسبة لنا، بالنسبة للحاجات اللي ممكن تبقى يعني تسد الشهية شوية؟ على فكرة هو حتة الكبسولات اللي بتخش المعدة ومش عارف تعمل، مفيش أي كبسول مسجل كده أساسا، تمام، عشان نكون فاهمين. إنما أنت لو عايز تاخد حاجة تسد الشهية، هي الحاجات المأمونة الألياف، سواء البران مثلا اللي هو حبوب الردة، او الحاجات اللي هي فيها نبات السيليوم، قشور السيليوم، زي سيلوفينا كياس او سيلتاج او انا سيليوم، اي حاجه فيها بذور السيليوم دي مأمونه، مفيش منها ضرر، هي ما بتجيبش نتائج مع كل الناس، بس من الحاجات اللي بتساعد. في على فكره برضو قراص بتستخرج من البكتين او من البذور بتاعه او قشور بذور التفاح، اسمها ابل لايت، رخيصه جدا، شريط ب 4 جنيه او حاجه، برضو من الحاجات اللي بتتاخد، ومناسبه على فكره للاطفال الصغيره اللي هم يعني مثلا فوق ال 8 سنين ولا حاجه، شغاله هي والبران، سد شهي، مأمونه. الحاجات دي بتسد، بتنفش برضو في المعده وحجمها بيكبر، دي حاجات مأمونه يعني. ابل لايت شغال اللي هو من التفاح ده، البران اللي هو بس مش نجيب رده بقى، لان الرده نفسها، الرده نفسها العادية دي بتدخن؟ لا مش كده، بتقلل امتصاص الكالسيوم اصلا، فده غلط. انما الكبسولات بتاعه الرده اللي هي البران دي معالجه كيميائيا بحيث ما تاثرش في امتصاص الكالسيوم، ودي مهم جدا. بذور السيليوم ماشي برضو، مأمونه، ما فيش منها مشكله. حلو جدا دكتور، للاسف الوقت عدى بسرعه جدا، انا بشكرك، نورتنا، شكرا لك، نورتنا دكتور جدا والله، شكرا جدا، شكرا يا فاروق، شكرا نورا جدا، شكرا. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس، ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير، وباي باي.